سو انتوا هتلاقوا كروت كتير بتتشابه لان نفس قراية البرج، ممكن كروت كتير تتكرر، بس الكارت ده ما جاش ولا مجموعة تطور مادي كويس يا جوزاء. يعني اللي ناوي يعمل مشروع الفترة دي ده وقت كويس جدا، الحمد لله ما فيش خسائر، بالعكس في حالة تطور مادي، ان شاء الله المشروع يكون ناجح ويعني مثمر ان شاء الله. وكمان لو مش بتعمل حاجه فهو في حاله استقرار مادي، يعني الحمد لله مفيش ازمات والدنيا ماشيه كويس قوي قوي، وايه حاله امان وايه رخاء الحمد لله من الحاله الماديه. في عندنا كمان four of wands، ده اما ان هي اجازه، الجوزاء قرر ياخد اجازه او هيقرر ياخد اجازه يحتفل، مجرد ايه وقفه كده شويه بريك، نريح من الشغل نريح من المسؤوليات وناخد اجازه. وكمان ده فرح زي ما انتم شايفين، دي مراسم فرح يعني فرح اغريقي كمان. اللي على وشك ان هو يتم جواز باذن الله هيتم على خير وكل حاجه تبقى كويسه قوي. الجوزاء عنده كمان حاله في خناقه شغاله، او مش هنقول حرب بمعنى حرب، في شويه كده قلق وتوتر حواليه، بس هو بيحاول يتماسك ومبين ان هو كويس جدا ومش فارقه معاه خالص، وان هو منتصر مع ان هو اتأذى شويه، او اتليست يعني مزاجه اتعكر يعني على الاقل، بس مبين ان هو تمام زي ما انتم شايفين، واقف في حرب وسلام غانمه وهو مزاج مبتسم. فانت مبين حاجه غير اللي جواك من ناحيه موقف معين كان بيأذيك. انا احيي ده الصراحه، مش ضده خالص. في بقى كارتين تحت بعض حلوين جدا جدا جدا، ده بقى ده اللي طلع في المجموعه الاولى، طاقه ابداع، خبر حلو، وفي حاجه طاقه داخله علينا ان شاء الله كويسه جدا جدا جدا. الطاقه دي هتعمل لك هدف يا جوزاء، انت رايح لهدف بسرعه شديده جدا، مش هتقف غير لما توصل له. شايفين عامل ازاي؟ راكب الحصان بيجري بسرعه جدا جدا رايح لهدف. نايت اوف سوردز، بالدفاع، رايح بالدفاع كمان شديد جدا، ونجاح باذن الله، نجاح اكتمال الدائره، يعني حاجه انت هتكملها على اكمل وجه، يعني تكمل مشروع او لو عندك اي حاجه مثلا حاجه في شغلك بتعملها خلاص accomplished done، خلاص هتعملها بنجاح ان شاء الله كويس جدا. في بقى حاجة تانية بقى مما وراء الكواليس، انت خايف من حاجة، في حاجة مقلقاك شوية او مكتفاك، مش عارف تاخد خطوة، دي حالة ثبات، ثابت ومستني مترقب. اوكي، حاجة تخص ورق يمكن، ده جادجمنت سوري جاستس، ده حاجة ليها علاقة بأوراق حكومية، حاجة بتعمل ورق حكومي، ممكن يكون قارض، ممكن يكون قضية، ممكن يكون حاجة من ده يعني، أو إنه أنت هتسيء الحكم على شخص. لو أنت في حالة توتر دلوقتي يا جوزاء وعندك شوية صراعات بتدور حواليك، بليز ما تطلقش أحكام في الفترة دي، استنى لغاية لما الدنيا تبقى يعني هادية، وهي هتهدى خلاص، داخلة عليك طاقة قمر، طاقة هدوء وسلام، وطاقة تأمل، وحاجة كويسة جدا هادية جدا وحلوة قوي قوي قوي، استنى وما تطلبش أحكام دلوقتي. لو موضوع فيه ورق حكومي وانت مستني ورق وقلقان منه وخايف، ان شاء الله ما تخافش، شكل الموضوع خير بإذن الله، وهتطلع بنتيجة كويسة جدا. في هنا كمان strength، وقلت لكم كارت القوة ده معناه قلة القوة، انت محتاج تواجه حاجة معينة يا جوزاء، واجهها من غير عنف ولا حاجة، لا انت هتواجهها بدبلوماسية، المهم ان انت تعبر عن نفسك وتقول اللي جواك بس مش بعنف. القراية برضه حلوة قوي قوي، هلخصها بسرعة، في تطور مادي ان شاء الله، اللي داخل مشاريع جو اهيد، ان شاء الله الدنيا كويسة جدا، عن حالة استقرار مادي الحمد لله. في هنا احتفال وفرح، او في اجازه هتطلعها انت وعيلتك او الناس المقربين بالنسبه لك، في شويه ضغوطات بس انت بتواجهها بثبات، وبتبين ان انت يعني مش متاثر تماما، بس انت اتاثرت شويه.
في طاقة خبر حلو، وفي حاجة حلوة جدا جاية لك، طاقة إبداع هتنور لك اللمبة، وهتشوف هدف وهتروح له بسرعة جديدة جدا بإذن الله. في نجاح اكتمال دائرة the world. في هنا زي حالة جمود أو ثبات، حاجة ثابتة مش بتتحرك، ده لأنك أنت خايف شوية، عندك مخاوف. في هنا justice، إما إنه أنت هتظلم حد أو هتطلق حكم مش سليم على حد، أو إنه في ورق حكومي أو حاجة تخص الحكومة يعني إن شاء الله بتكمل الفترة دي. في حالة إن شاء الله هدوء وسلام واتزان داخل عليها برج الجوزاء الفترة دي. بس برضو الكارت ده نسيت أقول لكم، بحذر من العقرب اللي طالع ورا ده، اللي هو أنت قاعد في أمان الله ومسالم وفي حالك ومفيش أي حاجة، بس حد مترقب لك يا جوزاء، انتبه ما تديش سرك لحد إلا الناس اللي أنت تثق فيهم وجربتهم يعني في الموضوع ده أكتر من مرة. واجه يا جوزاء الحاجة اللي أنت محتاج تواجهها، بس واجهها بدبلوماسية على قد ما تقدر. ادي القراية الثالثة، المجموعة الثالثة القراية العامة بتاعتها، الحمد لله حلوة جدا برضو. العلاقة العاطفية بتاعتها، طيب طيب الجوزاء عايز ايه؟ يعني واضح عندي كده ان حصل حاجة غلط. الجوزاء زي ما انتوا شايفين كده واقف متكتف، عارفين اللي هو خلاص ايه، رفع ايده بقى، يعني مفيش حاجة اعملها، استسلم. الجوزاء مستسلم، شايف ان مفيش حاجة بايده يعملها، مفيش الخطوة مش عنده، هو مفيش حاجة ممكن يعملها خلاص. نفسه في ايه كمان؟ يعني هو تقريبا شايف ان اساس العلاقة مش كويس، ان الاساس مش صح. شايف شريكه ازاي؟ شايفه مش بقى بيبعد بمشاعره، لا بيبعد فعلا، يعني بيبعد، سايبه ماشي خلاص، سايبه بيمشي، وسايب بقى كل العشرة والحب والحاجات دي كلها سايبها وراه، ومش مهتم وماشي. الطاقة ما بينكم the high priestess، دي الأسرار، دي بتاعت الأسرار. في سر انكشف، مش ضروري ان هو يكون سر، ممكن يكون حاجة كانت مستخبية وظهرت، يعني في حاجة كانت مستخبية وظهرت، واضح انها ظهرت لك انت يا جوزاء عن شريكك. يعني شريكك عايز ايه؟ شريكك بيحبك برضو، بيحبك وعايز يكون معاك، وعايز منك اطفال، وشايفك الدفى والامان والعيله، الحب الغير مشروط. احنا قلنا دي امبرس هي الحب الغير مشروط. نفسه تفتكره الحاجات الكويسه اللي هو عملها لك قبل كده، دي حاجات ذخيره عمل زمان، نفسه تفتكر له الحاجات دي. شايفك ازاي؟ شايفك بتحبه وبتقدم له كتير، بتقدم له حاجات كتير جدا، وانك انت سند ليه. مش هكدب عليكم، الدنيا دلوقتي مش كويسه، انتوا محتاجين راحه، محتاجين بريك، هدوء كده شويه. في قرارات المفروض تتاخد، في حيره شويه، في حد على وشك ان هو ياخد قرار بالنسبه للعلاقه، لكن في تردد شديد جدا. والجوزاء مش هتكلم عن التردد اللي عنده، هو فعلا متردد، هيبقى مش عارف يعمل ايه. نصيحتي انا يعني، ونصيحة طبعا الكروت، انا اتعلمت الصراحة من الكروت دي حاجات كتير قوي في القرارات اللي انا باخدها، ما تاخدوش قرارات وانتم منفعلين، اجلوا شوية لغاية لما الطاقة تتوازن، استنوا شوية وبعد كده تبتدوا تاخدوا قرارات. البريك ده كويس، مفيد للناحيتين عشان تفكر بطريقة احسن، وما تاخدش قرار يعني نابع عن انفعال، تاخد قرار نابع عن عقل. بس اللي انا حابه اقول لك، اطمنك يا جوزاء، شريكك فعلا بيحبك ونفسه تديله فرصه تانية. هو صراحه الكروت بيبقى ليها اكتر من معنى وليها اكتر من تفسير، بس انا القراءه دي هي دي الطاقه اللي وصلت ليها بس، فيعني قولوا لي اخبارها ايه معاك. طيب دي قراءه المجموعه الثالثه والاخيره، الحاله العاطفيه بتاعتها ان شاء الله خير، استنوا شويه ما تاخدوش قرارات دلوقتي.
وانتوا اصلا يعني يومكم سنة في القرارات، فانا مش قلقان عليكم في الموضوع ده. طيب تعالوا نشوف. صحيح تمام يا ساتين، حلو قوي. الحوت اتقال يا حني، تسلمي لي حبيبتي. اوكي يلا بقى نبتدي فقرة الأسئلة. معانا كده 10 دقايق أسئلة. تعالوا نشوف اللي حصل عندهم انفصال من برج الجوزاء، في رجوع ولا لأ؟ بقى من قد ايه سمعت يسأل؟ طيب بصوا، هو انتوا عايزين ترجعوا، يعني هو في نية الرجوع، او هو عايز يرجع الشخص، يعني في رجوع، بس في حد بيمنعكم. ليه؟ واضح ان الرجوع مش في مصلحتكم دلوقتي. شايفين القط ده؟ القط ده ما تحدش هيخاف منه، القط ده بيحميك، ده شخص بيحميك، يعني ممكن يكون ايه؟ اب، صديق، حد بيخاف عليك، واقف عليك حارس، مش عايزك تاخد القرار ده دلوقتي. استنى شوية، في حاجات هتظهر لك كمان شوية. استنى شوية يا جوزاء على موضوع الرجوع ده، ما تستعجلش. انتي عذراء وجوز الجدي. بصي يعني فعلي احلى كارت صراحة في التاريخ كله الشمس. علاقة صحية، علاقة صحية جدا، علاقة ناجحة ان شاء الله. حبيبتي يا ستين، نقول الأسد بيس، مريمي الزواج بيس. أوكي سارة، أوكي بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انا اسفه حبيبتي اقول لك لا، القرار لسه ما اتكونش. واجابتي على الاسئله دي على فكره دي المده، انا مش بتكلم في ما لا نهايه، يعني المده، الفتره دي، الفتره دي لا مفيش رجوع، الفتره دي في حيره، في شويه قلق. لا مش شايفه اي ارتباط دلوقتي، مش شايفه انه هيحصل يعني ارتباط رسمي في الوقت الحالي حبيبتي. يمكن شويه كمان، انت عارفه كل حاجه ان شاء الله ربنا بيختار لك الوقت الانسب، دلوقتي يمكن مش الوقت المناسب. امرأة ورجل دلو في حب يكمل ولا لا؟ اوكي يا رامي، رامي ولا روني؟ روني. رجل دلو، بصي هي العلاقة فيها مشاكل كتير، اوكي؟ فيها عقبات كتير وشوية ايه؟